في برنامج الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. محمد غانم في البنك الأهلي المصري يكشف تفاصيل أضخم عمليات التمويل للمشروعات الكبرى قيمته 12 مليار و500 مليون جنيه لصالح مشروع القناة للسكر. قاده الأهلي ببراعة بتحالف عملاق يضم 10 بنوك وطنية ودولية ويستهدف مساندة خطة الدولة في الاكتفاء الذاتي من السكر. أنا حضرتك هتشارك في الحرب الخاصة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل الاستراتيجية المصرية. ده أولوية قصوى. وانتظروا الفواخير جواهرجية الطين، قصة نجاح لدولة تحترم تراثها. وحصريا خالد وبيرم عمالقة أبو دباب خليج المالديف المصري، وفي الواحات البحرية أعظم مزرعة لإنتاج الألبان في مصر. وتشاهدون مي النجار تصدر 5000 طن من الخضر والفاكهة المجمدة، ولأول مرة هذا المصنع يمتلك الخلطة السرية لأشهر منتجات الألبان. ومصري شاب يحلم بإعادة تنظيم صناعة الأرانب. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء حصرياً على القاهرة والناس 2. أهلاً بكم في العاصمة.